ممكن انا فيها طويله شويه، انا بادئ فيها اولموست بقالي 7 او 8 شهور، حققت فيها ريفينيو اولموست $3,000. هي مينلي مع شركه الفوتيم بيزد ان دبي، وكان البروجكتس اللي كانوا مدينها هم 6 او 7 بروجكتس. انا مينلي دوري زي ما قلت كان بروجكت مانجر، بمانج التيمز وبتاكد ان كل حاجه بتوصل في الديو ديتس اللي احنا متفقين عليها. كمان بقى دوري دلوقتي اكتر ان انا بقيت انفولفد اكتر في مشاريع تانية كمان لسه هتبدا مع الفوتيم الفترة الجاية. فأنا بالنسبة لي الفوتين it's multinational company، فإن أنا أقدر أخد الفرصة دي من أول جيج ليا في in my freelancing career أو حتى in my career it's a big thing.